السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي حبيباتي طالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. وقبل أن نتناول درسنا اليوم حبيباتي، كما تعودنا ينبغي علينا أن نتعرف معا على القيمة الشهرية لهذا الشهر وهي الابتكار، والقيمة الأسبوعية وهي الصدق. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان الطهارة من النجاسات الجزء الثالث. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على أهداف الدرس. فالهدف الدرس حبيباتي هو أن توضح الطالبة أضرار النجاسات. وننتقل الآن حبيباتي إلى الهدف الأول وهو توضيح الطالبة لأضرار النجاسات. كما درسنا حبيباتي في الدروس السابقة أن مفهوم النجاسة هي القذارة التي أمرنا الإسلام بالتطهر منها، وذلك لأن لهذه النجاسات حبيباتي أضرار، ولذلك أمرنا الإسلام حبيباتي بالتطهر منها. فمن هذه الأضرار أنها بتصيب الفرد بالأمراض الخطيرة، أحسنتم حبيباتي، وماذا أيضا؟ بتسبب انتشار الجراثيم، أحسنتم. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تفتح مصدر التعلم صفحة 56 وذلك الإجابة معنا على السؤال الثاني. أكمل ما يلي من أمثلة النجاسات، نقط ونقط ونقط، أحسنتم حبيباتي، هيا الغائط والبول والدم الكثير. السؤال الثاني، إذا ولغ الكلب في إناء فإن الإناء يغسل نقط مرات إحداهن بنقط، هيا حبيباتي أحسنتم، يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. السؤال الثالث، من أضرار النجاسات، أحسنتم حبيباتي، انتشار الجراثيم. ثانيا، تصيب الفرد بالأمراض الخطيرة.